الترف والفخر الشديد في أوساط العامة، والفتن الطائفية المذهبية بين الشيعة والسنة، كل أسبوع والثاني فتنة، إلى أن وقعت فتنة 55 و600، فتنة مدلهمة شارك فيها عسكر السلطان المستعصم، قال لهم روحوا، فذهبوا ونهبوا الكرخ مكان الشيعة وقتلوا وخربوا وحرقوا. يقول الديار بكري وابن خلدون في تاريخه وغيرهما: وركبوا من نساء الشيعة كل ما حرم الله، الزنا والمحرمة، كأنهم كفار، كأنهم كفار، مش حتى إماء، هكذا بالحرام، هذا السنة، وعسكر السنة فعلوها. طبعا الشيعة لم يكونوا أحسن حالا، كانوا نفس الشيء، في نفس الحضيض، في نفس الحقارة. وهناك من يغذي هذا من الفقهاء والعلماء والقضاء مثل اليوم. طبعا حتى حين جاء المغول الشيعة وجدوا أنفسهم غير متعاطفين حتى مع المسلمين، بالعكس أحبوا أن ينحازوا بطريقة أو بأخرى إيه المغول حتى ينتقموا من هؤلاء. للأسف ندفع الثمن، يتكرر نفس الدرس. رحمة الله على شيخنا محمد الغزالي قال: عجيب، يبدو أن كل الأمم أقدر منا على أن تتعلم من تاريخها إلا هذه الأمة، نحن نكرر الخطأ والخطيئة مليون مرة في الجيل الواحد، شيء عجيب. أقسمنا يمينا لا نحدث فيه أننا لن نتعلم من التاريخ، والحق يقال نحن أقل الأمم درسا لتاريخ. أيها الأخوة، معروف الوعي التاريخي عند العرب بالذات أقل وعي، أجهل الناس بتواريخهم العرب، واعمل مسابقة الآن، أجهل الناس كلنا، أجهل الناس بتاريخنا، لا نكاد نعرف شيئا من تواريخنا، فكيف يصير عندنا وعي التاريخ وحس التاريخ؟ مستحيل. اتش جي ويلز صاحب الأوتلاين أوف هيستوري، المؤرخ العظيم صاحب معالم تاريخ الإنسانية، كان يقول: أنا أقترح على عكس يعني إيه مقترح أفلاطون الطريقة الحكمية الفلسفية، كان يقول: لا، أول ما ينبغي أن يتسلح به القائد الذي يقود أمة، القائد السياسي، هو الوعي التاريخي، لا بد أن يكون درس التاريخ، إن لم يدرس التاريخ سيكون قائدا فاشلا، حتما سيفشل، لا بد من وعي التاريخ. لذلك أنا وجدت كبار القادة في عين التاريخ، كبار القادة التاريخيين كانوا أيها الإخوة أصحاب وعي بالتاريخ، وعي عميق جدا. قرأت في سيرة تشارل ديغول أيها الإخوة، الذي بقي سنوات خارج السلطة ثم ضرب ضربته في الوقت المناسب للمرة الثانية ونجح، تعلمون لماذا؟ لأنه اضطر أن يقرأ التاريخ وبعمق، وكان قلمه أيها الإخوة كمؤرخ وأديب في نظره أكثر سيولة وأكثر ألقا من قلم تشرشل. وهو كان يقول: ما الذي يعجبهم في تشرشل؟ أنا أكثر وعيا بالتاريخ وأكثر وعيا بالأدب كمان. اضطر أن يقرأ على حد ما قال هو نفسه كل ما كتبت الصحف والجرائد الفرنسية في فترة نابليون، قرأ كل هذا الأرشيف لكي يستخلص عبرة التاريخ. وقال: أنا بعد أن قرأت كل ما قرأت أجد الأمر يتكرر الآن تماما، صورة أخرى، صورة مرئوية، نفس الشيء، قيادات، وليس عسكري لا يعرف كوعه من بوعه، يحكم أمة من 70 مليونا لا يعرف رأسه من رجليه، ويدعي أنه منبع الحكمة، مستودع الحكمة أيها الإخوة. وقال فصدق، كل ما يقول يصدق فيه، اليوم يقول شيئا وبعد بكرة يتنازل عنه ويحكي ضده، ثم يقول: أنا بعد أسبوع ألم أقول لكم أنا قلت هذا؟ بس يا مولانا أنت قلت هذا أول أمس أيضا عكسه تماما، تتحذق على مين يعني أنت؟ إيش الاستهبال هذا والاستعمار على الشعوب؟ شيء يعني مخجل، شيء مؤسف أيها الإخوة، مؤسف. أو ذاك الذي غير كل قناعاته الأيديولوجية بين عشية وضحاها، حتى علق المعلقون قالوا: مش ممكن، الأيديولوجيات والأفكار ليست قميصا يلبس وينزع، بس في تطور على الأقل زمني، تطور تاريخي للمفكر. لا، هذا هي هكذا مرة واحدة خرج تغيرت كل أفكاره، كل مساره مرة واحدة. على أي أساس؟ على درس؟ على خلفية؟ مش مفهوم، شيء عجيب. يا ويح هذه الأمة المسكينة، والله العظيم نحن كشعوب، أنا أقول لكم حتى لا نضبط أنفسنا، نحن شعوب عظيمة، وأنا اعتقادي بالذات الشعب العربي، وهذا لا أقوله من باب الحماس الكاذب، بالعكس، وهذا نلحظه الآن، أكثر الشعوب ومن أكثر الشعوب على العطاء، العطاء في كل مستوياته، حتى العطاء المادي، عطاء الروح، عطاء الدم. هذه الشعوب العربية مأساتها في شيء واحد الآن، مأساتها في القيادة أيها الأخوة، القيادة. هذا المسجد المبارك بالأمس أخي أخبرني، قال: في مرتين طلبنا تبرعات، وهذا أكثر مسجد يتبرع في النمسا كلها أعرف، وجزاكم الله خيرا وأخلف الله عليكم، أكثر مسجد يدفع تبرعات على الإطلاق، تبرع لبنان لهؤلاء المكروثين النازحين أيها الإخوة، المطرودين من ديارهم بغير حق، في مرتين فقط أكثر من 20,000 يورو، هذا مبلغ هائل.
مبلغ هائل من الناس بسطاء أمثالنا. مش شيء سهل هذا على كل حال، مش شيء سهل أبدا، ومستحيل نتكرر في المساجد الأخرى بنفس الوتيرة. نعرف هذا مستحيل، ونحن نعرف هذا. وكم تبرع العراق وكم تبرع لفلسطين، هذه الشعوب قادرة على عطاء، على عطاء الدم، على عطاء الدمع، على عطاء المال، على عطاء كل شيء. ما الذي ينقصه إذن؟ القيادة. القيادة صاحبة الرؤية والوعي والصدق للهدف والصدق مع الله ومع الأمة ومع نفسها أيها الإخوة، فقط نحتاج إلى قيادة. لكن يبدو أننا في اللحظات الحرجة والمفصلية نفشل أن نفرز قيادات تاريخية حقيقية رائعة.